السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد ومراجعه جديده. المراجعه تاعنا تاع اليوم راح تكون على هاتف من عند شركه سامسونج داير حاله في السوق الجزائري. وكل ما ندير فيديو في اليوتيوب نقول لكم داير حاله في السوق الجزائري. نعم خوتي، انا ندير لكم غير التليفونات ولا الحوايج اللي تطلبوهم لي فلاشان تاع اليوتيوب. جا عندي واحد في الانستغرام قال لي عزو دير لنا مراجعه التليفون هذا راه داير حاله الامتراز تاع سامسونج. اذا خوتي حبيتوا تبعثوا لي كادي ميساج ولا حبيتوا تدبروا عليا تليفونات ندير عليهم لي ريفيو وما لقيتونيش في لي كومونتير، باسكو خوتي صراحه ساعات اخرى لي كومونتير يكثروا بزاف ما نقدرش نقراهم كامل، ابعثوا لي خوتي في الانستغرام ولا تواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بي، تلقاهم في الديسكريبشن. بصح راني نخدم بزاف على الانستغرام. الانستغرام تاعي ها هو كي خوتي. اذا حبيتوا تبعثوا لي ميساج ولا تواصلوا معايا ولا عندكم استفسار مرحبا بكم، نحاول نقرا جميع الرسائل مالغري بزاف بصح نورمال خوتي نحاول نقراها بكل. وكاينه حاجه برك خوتي اعذروني على التاخير، اذا راك جديد في لاشين تاع اليوتيوب ما تنساش تشترك فيها وديروا لنا جيم الفيديو هذا خوتي باش تعاود تحيا لاشين تاعي باسكو راهي ميته خلاص، عندي بزاف ما درتش باليوتيوب. حاولوا خوتي تحيوا لنا لاشين تاعنا تاع اليوتيوب، بارك الله فيكم. ما نطولش عليكم خوتي بزاف ونبداو في الفيديو تاعنا مباشره. نبداو باهم حاجه لازم نقولها في الفيديو هذا اللي هو السعر. درت بزاف على محلات هنا في ام بواقي، بعثت للناس يشوفوا في قسنطينه، لقيت خوتي السعر تاعو يتروح بين 26.5 حتى 28.5، قادر تلقاه ب 27، قادر تلقاه ب 28. حنا ما ندخلوش في الشؤون تاع الناس خوتي، كل واحد يربح كيما يحب، كل واحد يبيع كيما يحب، ربي يسهل عليهم ويبارك لهم في رزقهم. انت فتش اذا لقيته بسعر مليح اشريه. عطاتنا سامسونج في التليفون هذا تصميم سامبل كيما راكم تشوفوا لهنا، الخلفيه مدمجه مع الحواف اللي يجيو في التليفون هذا من بلاستيك، كلش من البلاستيك. اكثر ما يعاب على الخلفيه هذه انها تتخبش خاوتي. ديروا لونتي شوك تاع التليفون حوسوا عليه تلقاوه 60000 ولا 70000 ماده ما جا، قادر حتى تلقاوه اقل. ديروا لونتي شوك للتليفون تاعكم باسكو التليفون هذا اولا يتعرق، يعني كي تحكم راح يبدا يطيح لك من يدك بسبب العرق، سيرتو في الصيف. الحمد لله ربي احنا دركا في الشتاء، ولكن في الصيف خاوتي راح يبدا يدير لكم في المشاكل. والحاجه الثانيه انه يتخبش التليفون هذا، النوعيه هذه من البلاستيك ماشي هذيك القويه بزاف اللي يعني تقاوم الخدشات ولا تقاوم كاش حاجه هكا. لا لا خوتي ديروا لونتي شوك تاعكم، حافظوا على التليفون تاعكم. كيما راكم تشوفوا لهنا خوتي الكاميرا تاع التليفون ما داروا لهمش اطار، يعني جايين ديريكت هكاك في الشوكه الفوق على اليسار، ومعهم الفلاش عند ثلاث كاميرات والفلاش. سامسونج حاولت تبدل نوعا ما التصاميم القديمه ودرت لنا التصميم هذا مليح خوتي. الهاتف كي تهزو في يدك تحس باللي حاجه مليحه، مش هاتف التصميم القديم هذاك ولا حاجه هكا تاع بكري، لا لا تحسوا صح باللي تليفون يعني تاع 2020ات هذو، من 2020 وطلع، مش تصميم قديم. اليمين تاع التليفون عندنا زر تشغيل مدمج فيه بعد زر البصمه، وبمناسبه خوتي البصمه هذه ما عجبتنيش باش نكون صريح معكم، نقدروا نقيموها ب 5 على 10 ولا ب 6 على 10 باسكو طولت شويه باش تحل. ساعات تحل ثم بعد بصح هي على العموم على التجربه تاعي انا، ساعات اخرين تطول وما تحبش تحل. لا ادري خوتي ممكن انتم تجيكم نورمال، ولكن انا صراحه زعجتني، ما عندي بزاف ما جربتش خوتي بصمه بالسوء كيما هذا، ولكن نقدروا نتغاضوا عليها نورمال، مش هذاك المشكل الكبير. اما فوق زر التشغيل عندنا منين تنقص وتزيد الصوت. اليسار تاع التليفون عندنا مدخل الشرائح، تقدر تلوح دو بيس ومعهم كارت ميموار، ما خلاوكش في الخيار هذاك تخير بين كارت ميموار ولا بيس، يعني حاجه مليحه عطاوهم لك فيه ثلاثه، كي الكارت ميموار كي لي بيس. من اسفل الهاتف عندنا يو اس بي تايب سي منين تشارجي التليفون تاعك، عندنا الباف تاع التليفون وميكروفون ومدخل 3.5 ملم تاع الكيتمان. اما من اعلى الهاتف عندنا مايك اضافي لعزل الضوضاء. التليفون كي تهزو في يدك يبان كبير نوعا ما، وهذا ما يحسسك بانه تليفون مليح. التليفون يوزن 207 غرام اللي هو وزن قادر يقلقك وقدر لا لا. انا صراحه خوتي جاني مليح في يدي، مش كيما نقول لكم الوزن يبدا يديرونجي من فوق 200 غرام، وكاين اللي يديرونجيك صح كي تلقاه فوق 210 غرام، اما التليفون خوتي خفيف على العموم. بالنسبه خوتي للسعر هذا اللي قلت لكم عليه 27 28 صراحه تليفون يستحق الشراء بالنسبه للناس اللي تحب كتليفون باهي. اجتهدت سامسونج ودارت لنا تصميم رائع في سعر رائع. درك نروحوا نحكيوا على موضوع الشاشه. عطاتنا سامسونج في التليفون هذا شاشه من نوع بي ال اس ال سي دي، اللي هو امر يعني ما كانوش يتوقعوه بزاف ناس، كانت على بالها باللي الامتراز راح يجيب شاشه على الاقل امولاد، ولكن خوتي السعر هذا قليل وين تلقى شاشه امولاد. 6.6 انش بابعاد 20 ل 9. الشاشه هذه تمثلك من الواجهه الاماميه الهاتف 82.5%. دقتها خوتي راح تكون 1080x2408 بكسل، كثافه بكسلات توصل حتى 400 بكسل لكل انش. انا كي جربت خوتي التليفون وحطيت عليه فيديو عالي ما لقيت حتى مشكل، لي كولر ملاح صح، ديما يا خوتي نقول لكم باللي الامولاد مليحه صح، ولكن حتى البي ال اس ال سي دي في التليفون هذا مقبوله كما راكم تشوفوا، لي كولر تحمل لهنا، يعني الخضوريه تبان خضوريه، ولي كولر اي كولر يبان هو، ما كانش كزيادات ولا كاين ضو بزاف لي كولر هذاك، لا لا شاشه خوتي مليحه نورمال. تقدروا تجيبوا التليفون هذا اذا تحبوا ليكرو. التليفون هذا يجيب اندرويد 12 مع واجهه مستخدم الوان يو اي كور 4.1 الخاصه بسامسونج، وبالمناسبه التليفون هذا قابل للتحديث في اي وقت، يعني كي تشري التليفون هذا وتشعلو قادر يوصلك اي تحديث في اي وقت. بروسيسور من عند سامسونج الاكزينوس 850 مع جي بي يو مالي جي 52. التليفون هذا فيه نسختين، نسخه تاع 64 جيجا في التخزين و4 جيجا في الرام، والنسخه اللي ناقصه في الجزائر ما لقيتهاش بزاف صراحه اللي هي 128 جيجا في التخزين و4 جيجا في الرام. انا نصيحتي لكم خوتي حوسوا مليح لعل وعسى تلقوا النسخه تاع 128 جيجا في التخزين، باسكو صراحه التليفون 64 في 2023
الثروه ماهيش فكره يعني سيرتو الجماعه اللي يحبوا يصوروا بزاف ولا يستغلوا التخزين هذاك بزاف حوسوك شمت القود نسخه تاع 128 جيجا خير. جربت عليه بابجي خاوتي يمد لك الاداء هذاك اللي يمدو تليفون تاع زوز ملايين و800 ما توقعش اداء خارق يعني يمد لك اداء كبير تاع لي جو تلعب ولا في بي اس طالع لا لا يعطيك اداء قدو قد التليفون هذا الجماعه اللي تحب تلعب لي جو تقدر تعول التليفون هذا والجماعه هذوك المرض بلي جو يحب 28 100 يجيب افضل تليفون تاع لي جو ما نصحكش بالخيار هذا. To be honest with you خوتي التليفون هذا موش موجه للإنسان هذاك اللي يلعب لي جو القويين هذوك كيما بوبجي ولا التليفون هذا تاع واحد فيسبوك انستغرام يدير تصاور من انسان سامبل موش جيمر. درك خوتي نروحو نديرو التجربة تاع التليفون هذا كي نحكيو على الكاميرا. التليفون هذا فيه اربع كاميرات ثلاثة من اللورا ومعهم فلاش كاميرا راكم تشوفوا لهنا وواحدة من القدام. الكاميرا الأساسية راح تكون 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 أما الكاميرا الثانية اللي هي راح تكون كاميرا الألترا وايد 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 أما الكاميرا الأخرى راح تكون 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. التليفون هذا كيما راكم تشوفوا لهنا خوتي يصور فيديو فول اتش دي مع 30 اف بي اس ماكمش راح تلقاو الكات كا ولا كنتو تخيلوا حاجة كبيرة لا لا خوتي راح يصور قيس وقيس حوالو فيديو سامبل لاكاليتي تاع الألوان ولا الجودة تاع الألوان كيما نقولوا مليحة خوتي كيما راكم تشوفوا لهنا السماء ما لا بريش درك بقات على حساب الشاشه اللي راكم تشوفوا بها اصلا في الجوده تاع الكاميرات هذو. المهم خاوتي انا واش راح نقول لكم التليفون هذا في الكاميرا تاعو مقبوله ونورمال تقدر تعول اللي كي تحب دير تصاور ولا. اما الكاميرا تاع السيلفي خاوتي راح تكون 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 ميم كاميرا السيلفي تقدر تعول عليها دير بها فيديوهات ملاح ولا تصاور ملاح وعجبتني كشغل جايه وايد يعني كي تحب دير سيلفيات انت واصحابك ولا في جماعه تقدر دير بها بدون حتى مشكل. ويبقى خاوتي كيما نقولوا تليفون مليح في لي كولور. درك خاوتي نخليكم مع بعض العينات سواء فيديوهات ولا تصاور صورتهم بالتليفون هذا اتفرجوا. نحكيوا الحاجه الاخيره في الفيديو هذا اللي هي البطاريه. عطاتنا سامسونج في التليفون هذا بطاريه بسعه 6000 ملي امبير اللي هي افضل حاجه تقدر تلقاها في التليفون هذا من اللي بدينا التجربه تاعو وانا افضل بطاريه عندي لحد الان في جميع الهواتف اللي هي 6000 ملي امبير. يعني قادر تبدا تكونيكتي صباح حتى في الليل مثلا وقت العشاء هذا ولا قبل شوي العشاء باش تهلك بصح اكثر ما يعاب عليها هو الشحن خاوتي 15 واط. عباك شفناها 15 واط بشارجر هذا كيما اللي يعطيه لك في التليفون هذا يعني قادر تضرب ساعه ونص وانت تسنى في التليفون تاعك يشارجي نورمال. اسكو حاجه تقلق نتوما اللي تقولوا خوتي. درك خوتي وصلنا لنهايه تاع الفيديو تاعنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لنا جيم للفيديو هذا واعذروني راني نكثر بزاف عليكم في الاونه الاخيره. ديروا لنا جيم ديروا لنا جيم لانه خوتي كفرح نعبر لكم لاشين ما تتصحصح لاني خوتي كنت نطلق فيديو يجيب 100000 150000 200000 درك وليت نطلق فيديو ما يديش حتى 1000 يعني كون ديروا فينا مزيه خوتي حاولوا ديروا لنا لي جيم وصلوا لاكبر عدد تاع لي جيم ممكن. ما بقى لي غير نقول لكم خوتي تهلاو لي في رواحكم اند سلام عليكم.